انه كان اليوم الملف اللي رائج اليوم كما تعلمون. طبعا هناك ثلاثه ملفات، جوج ملفات رائجه امام المحكمه، والملف الرئيسي هو اللي رائج امام السيد قاضي التحقيق. اليوم كان الملف تعرض امام انظار المحكمه، هو الملف ديال احد المتهمين اللي كيدوز بوحده. طبعا هناك ملف اخر يوم الخميس، الملتمس اللي كان عندنا هنايا اليوم هو طلب الضم جوج ملفات الرئاسه. الملف تم التاخير ديالو اليوم الخميس ديال اليوم ل 26 واحد ان شاء الله في هذا الشهر، قصد بث المحكمه في طلب الضم. انا ذاك الى الضم ربما المحكمه اما تضمو اما ما تضموش، عاد غناقشوا الملف ان شاء الله بحضور الثقه. المدير شركه حساب الديون، شو السبب اللي خلى التلقي احتفظ؟ هو ماشي وضع الحراسه النظريه، هو السيد الممثل القانوني ديال الشركه ديال تحصيل الديون اللي تعتقل، هو تم الايداع ديالو، ماشي الوضع، الايداع ديالو بناء على امر بقاضي التحقيق. طبعا هناك سريه التحقيق ما نقدرش، ولكن الاسس ديال الاعتقال كان بناء على مطالبه في مواجهته من طرف السيد وكيل الملك. عدد المعتقلين؟ اول عدد تقريبا 13 14 شخص ما بين، ولكن الاكثر الاشخاص اللي موضوعين راه الاعتقال، وهذا راه عدد مؤسف جدا، راه ماشي عدد تفرح، عدد مؤسف انه يتم الايداع ديالهم. ولكن هو طبعا الاعتقال ديالهم راه كاين بناء على اسس لخطوره الافعال. تقريبا 13 14 اللي معتقلين بزاف هما اللي هو في المحكمه بناء على قرار الوكيل الملك شي اربعه. قاضي التحقيق هو اللي عنده العدد. المتهمين كانوا كيشتغلوا في سلك الشرطه، واش اعترفوا بالجريمه؟ والمتهمين اللي في سلك الشرطه الاستاذ كريم هما اللي في التحقيق. في التحقيق تتبقى سلك عفوا سابقا واحد راه خدام وكان باقي خدام على البوليس وخدام في شركه التحصيل. موقوف على العمل راه كتبقى مرهون راه الاشهار، والدليل هو انه راه المحاضر ديالو راه خارجه في الهويه ديالو موظف شرطه، موظف ديال والدليل هو هذه بحد ذاتها حاله التنافي. محاضر التنفيذ محاضر معينه اللي كيسميوها محاضر معينه استرجاع خارجه باسم ديالو بصفته ممثل قانوني عن شركه نشاط تجاري، وانت راه باقي موظف الدوله، اش بدك تدخل في اطول المحاكمه باختصار؟ اطول المحاكمه غتكون الاسبوع الجاي ان شاء الله، يوم الخميس ربما انا ما غنكونش حاضر، غنكون في خميسة، ربما شي زميل لا ينوب عليا، غنكون في مكناس، شي زميل، ربما يوم الخميس نشوفوا المحكمه واش غتضم لنا جوج ملفات ولا غتخلي كل واحد، والملف الرئيسي والاساسي هو اللي جاي من التحقيق. شي متهمين فرار باقي حاليا فرار؟ كاين شي ثلاثه باقي في حاله فرار، وهما العائلات ديالهم اللي كيصرحوا. باش نوضحوا العائلات اللي خرجوا وداروا منابر اعلاميه، جوج عائلات هما بجوجهم عندهم جوج اشخاص باقيين في حاله فرار. كانوا كثقه في القضاء؟ القضاء ديال السلك ما كانش عندنا ثقه، كنا نجمعوا 100 واحد ونمشيو نهزهم ونديهم للديبون. عندنا العدد وصل ل 100، اكثر من 100 كاع، نعطيك انا العدد من خرج هذا الموضوع عن طريق الراي العام. كما كانش عندنا الاساس اننا حنا تنطلبوا الحق من القضاء، ما نخرجوش على نطاق القانون ولا نطاق القضاء. شكرا لكم. السلام عليكم، معكم واحد من الضحايا ديال سرقه السيارات، معكم طهلو اليونس سائق سيارة الأجرة من الصنف الأول. أنا وقع لي واحد المشكل مع الناس هادو في 25/12/2020، كان جاو عندي، كنت نعس في المصحة ديال الشيخ زايد، ديك الساعة كانت كورونا، كنت نعس في السبيطار، يعني تصدمت ملي جاو دخلوا عندي حتى للسبيطار، خرجوني من السبيطار على أساس بأن كا كيتكلموا معايا على حساب السيارة ما السيارة، ما فهمت والو. من خرج قدم لي واحد راسو بأنه ضابط شرطة قضائية ومعاه مفوض ومعاه الناس ديال المسؤولين ديال الشركة. نيت تعرفت لي شنو المشكل، قال لي راه عندك مشكل ديال الطريطات ما خلصتيش. قلت له حنا راه مراد ما عنديش كي ندير دابا، ولكن ما عنديش مشكل مع الطريطات، يعني عندي واحد شهرين. قال لي لا راه عندك بان عندك ديال كوفيد. قلت له كوفيد؟ حنا دفعنا الطلب ديال كوفيد. قال لي لا، داك ديال الطالب اللي دفعتي كوفيد راه ما تقبلش لك. قلت له كيفاش ما تقبلش؟ حنا دفعنا الطلب، راه الطلب على دفعنا على الجميع. قال لك لا راه ما تقبلش لك الطلب. مشينا عاود قال لك تمشي معنا. قلت له شنو خصني ندير؟ قال لي حنا على حساب الظروف اللي كتعاني بها دابا انت مريض غادي نديرو معاك مزيان. قال لي غتمشي معنا لاجونس اللي كاينه في اللي في رباط شارع محمد الخامس، غنتكلموا معاهم ونقول لهم احنا جبناه لكم وان السيد راه مريض، ما نديروا مع والو حتى يحط واحد الشيك ولا شي ضمانه و تيخرج من السبيطار ويجي يقاد الوضعيه الحسابات ديالو. تميت غادي معاهم يعني في السياره ديال الطاكسي، انا سبقت راسي بيديا، بقيت غادي شويه. قال لي نهبطوا للولجه. قلت لي علاش شنو غادي نديروا في الولجه؟ قال لك راه عندنا واحد البيرو ديالنا تمايا، غادي نعطيك شي وثائق بان باش يعرفوك بان راه حنا اللي جينا عندك. فعلا مشيت معاهم عادي حتى الولجه، دخلوني لذاك الفيرما مي وصلت لها. قلت لهم هذه راه فيرما، هذه راه ماشي بيرو هنايا. قال لي لا راه حنا عندنا داير واحد البيرو ديالنا هنايا. مي دخلوني سدوا لي واحد الكراج كبير، جا عندي واحد يعني راه باقي ما تعتقلش، راه باقي هارب، خدم عندي. قال لي خويا داك السيرو ديال الكارت كريز ديالك. قلت لي علاش؟ قال لي باش نقيدوا داك السيري ديال الكارت كريز والنمره اللي في كونتاك. انا على نيتي ما عارفش هاد الاجراءات هذه، عطيته سيروش بيديا، عطيته كارت بيديا.
جا واحد من هاد المعتقلين اللي دابا راه حي المعتقل جهز خذا السيروس والكارت اللي عطاهم لي وهرب بهم في الطوموبيل. انا ما فهمت والو، ملي بقيت كنهضر مع ديك الدراري تما قال لي شنو باش شنو غادي ندير، باش قال لي الحل اللي غادي دير هو سير اخويا تجيب الشيك ديالك ولا شويه دير تعطيهم ديك لاجونس باش يفكوا معاك ولا شنو غيديروا معاك شي حل، ما الطوموبيل صافي راه مشات لك. قلت لي ما قلتوش لي هذه المره الهضره في الاول ما قلتوش لي، قلت لي بان غادي نمشيو نتقاد تعطيه هكا حط الشيك ديالك ويقادوا معاك الوضع ديال الحسابات ديالك حتى تخرج من المستشفى وديك الساعه يكون خير. الخير دابا اللي غنديروا فيك قالك زعما هما ياك غادي نهزوك غادي نديوك نوصلوك للدار على اساس باش تجيب كارنيت شيك. وليك راه اجراءات عاديه غير جيب كارنيت شيك ديالك حط الشيك عند لاجونس هنايا حط عليهم شيك وجي خذ السياره ديالك. وصلوني حتى للدار طلعت باش نجيب كارنيت شيك فعلا، من هبط لقيت مهربو يعني وليت كنتفاجئ كنقول واقيلا السياره ديالي تسرقات. انا يعني ما عطاوني شي وثيقه كدل بان هاد الناس خدامين مع شي هاد الشركه اكس اللي جات لعندي انايا، ما عرفتهاش شكون هاد الشركه الله اعلم، حما غمثلوا لي راسهم بان متابع للشركه الاكس انا ما عرفتهاش، واخا انا هي داير فاتح معها كريدي بصح كاين، ولكن مي مشاو داو لي الطوموبيل حطوني في الدار وهربوا مشاو. يعني تفاجات بان قلت هادو واقيلا شفاره، اضطريت نجي للرباط لاجونس نسقسيهم قلت لهم بان واحد السياره ديالي راه عندكم راه جاو داوها ليا شي وحدين. قال لي واحد في هذيك الفلان قال لي راه عندنا. ايوا قلت ليه مي السياره عندكم، وما جاتو ليا لا حكم لا مفوض لا حتى وثيقه، ما عندي شاده في يدي باش نهضر ما يمكنش. قال لي يا خويا هذيك راه اجراءات ديالهم انا راه بعيد من هذا الشيء هذا. قلت له بصح انت راه بعيد انت جالس في البيرو انت تعرضتي للسرقه بالخاطر ديالك. بالخاطر ديالي انا مشيت يعني عادي قالك بان جايبين معلومات علينا دقيقه يعني عارفين السميه الكنيه السياره شحال مطريطه عندها كوفيد دخلوا هما كل شيء يعني في المشكل دخلوا في كوفيد، وحنا كوفيد راه العالم كامل كوفيد عليا غير هنا ما عندناش انا مشكل. وها هو كاع جوج طريطات تاخرت انا كنت نعس في المستشفى هما ركبوا على الموجه ديال الكورونا وداز. قدمتي في الشكايه؟ انا ما كنتش درت شكايه، انا كنت اضطريت على حساب الطاكسي انا عادي خلص انا ما كنتش عارف والو مشيت خلص ما بالغلاء اديت خلص انا غير هذاك اللي ديال الصحاب استرجاع السياره خلصت لهم 10730 درهم وعاد قالك اسيدي غتخلص لنا هما ديال شركه اكس قالك غتخلص لنا 17000 وشي حاجه اللي خلصت لهم خلصت عليهم باش ترجعت السياره ديالي. وهذاك الشيء اللي خلصته ما كانش عندي يعني ديك 17000 درهم ديال كوفيد ما كانش عندي يعني بزاف انا يعني كوفيد راه تعجل ماشي باش نخلصو انا كنعرف كوفيد عجلوا الطريطات مي انا خلصت 17000 درهم يعني اضطروني نخلص كوفيد وانا ما خصنيش نخلص كوفيد يعني دافع الطلب ديالي. قال لي لا راه الطلب ديالك ما تقبلش ودازت الوقت حيت انا وقعت لي جوج مرات الحالات معاهم دازت الوقت يعني فض في شهر 6 في 2022 16 في شهر 6 2022 جاو عاوتاني وحدين جاو عندي حتى المحطه يعني في طريق قنيطره وقفوا عليا. قال لي انت ميسيو طهلون يونس؟ قلت له ايه. قال لي راه معك الناس من الشركه ديال اكس؟ قلت له مرحبا ياك لاباس. قلت له انا استعقد راه ما عندنا مشكل لا والو. قال لي راه بصح راه ما عندك لا مشكل لا والو ولكن راه الشركه اللي في الرباط راه بغاوك لاجونس اللي بغاوك. قلت له علاش بغاوني؟ اللي بغاوني عندي الهاتف ديالي غيتصلوا بيا وهذا الى اخره. قال لي لا ضروري تكلم لهم وهذه راه انت راك ديجا راك واقع في هذا المشكل باش ما يوقعش لك واحد المشكل كبير خاصك تلتجئ معنا باش تحدث معهم. مشيت معاهم على النيه ديالي انا كنت ساعه كنت كنشارجي كنت كنعمر وزن هبطت البلايص من الطاكسي راه ما دريت المحطه كاع شافوا الدري اللي جاو عندي المحطه راه كاع دريت انت كتعرفي الطاكسيات كيكونوا هنا كنكون حنا مجموعين كاملين شافهم كيتحاوروا معايا هضروا معايا ومي استغربوا الدراري صحابي في الطاكسي قال لي علاش هبطتي البلايص. قلت لهم هذا راه الناس راه جاو عندي مشاركه كان عندي شي مشكل ماشي مشكل انا نمشي نشوف هذا المشكل اللي عندي شنو هو. انا ملي لحقت للرباط يعني في شارع محمد الخامس اون فاس مع لاجونس تلاقيت مع الناس بزاف يعني واحد منهم اللي معتقلين دابا حاليا راه كاين جوج اللي معتقلين دابا حاليا على اساس جا عندي قال لي انت عاوتاني. قلت لي كيفاش انت عاوتاني اش بيني وبينك حتى هذا اللي ديجا اللي ضحك عليا اللي دا لي الكارت كريز وسير تلاقيت به ونيت هو واحد من الضحايا اللي معتقل دابا جا قال لي راه عندك مشكل ديال الطريطات. قلت له راه ما عنديش مشكل ديال الطريطات الطريطه الا عندي شهرين يعني هذا هو الشهر الثاني يعني ماشي شي حاجه عادي نقاد نخلصوا هادشي ما كاينش حيت ديجا قالوا لنا قالنا خص ما طيحش في الطريطه الرابعه هذه الهضره ديالهم هما تيقولوا لنا في لاجون قالك غير ما طيحش في الرابعه كتولي اجراءات قانونيه هذوك كيقولوها لنا كياكدوها علينا. رسالتك العداله؟ رسالتي للعداله ياخذوا لنا حقنا ويردوا لي غير فلوسي بعدا اصلا ردوا لي فلوس. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.